الإجابة نعم، المسيح يدعو الإنسان إلى الكمال، وهو قالها بحصر اللفظ: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وكيف يكون ذلك؟ هو بواسطة قبوله لقوة الروح القدس الذي يعمل فيه ليتسامى به إلى هذا الكمال. فالقوة الفاعلة في الإنسان هي آتية من خارجه، وهي آتية من السماء، وهي دي النعمة اللي بيعطيها المسيح للإنسان عشان يقدر يعيش الإنجيل ويقدر يصل إلى الكمال.